أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: هل سجود السهو في الصلاة يسجده الإنسان قبل السلام أو بعده؟ وهل يجب عليه مرة أخرى التشهد بعد السجود للسهو؟ أم عليه أن يسجد فقط؟ وإذا كان السجود بعد السلام، هل يجب عليه السلام مرة أخرى أم لا؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة أو شك في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل، ولا يأتي بعده بتشهد، يكفي التشهد الذي أتى به قبل سجود السهو أو قبل السلام إن كان سجد بعد السلام. وعليه أن يسلم مرة ثانية إذا سجد بعد السلام، فعليه أن يسلم مرة ثانية بعد الإتيان بالسيدتين. نعم.